第二花，这一针，好死人！哎，那肯定那个。تساوي إحداثيات المنتصف إن فهي إحداثيات أ زائد إحداثيات ب مقسومة على زوج، دونك إلا بغيت اللاحق تاعها غادي يكون هو ماذا؟ إن فهو زد أ بلس زد ب مقسومة على زوج، استعمل الإحداثيات فقط، دونك إذا كانت عندنا قطعة أ ب من المستوى ب على التوالي زد أ و زد ب تصف قطع النقطة هو زد اي يساوي زد ا زائد زد ب مقسوم على زوج. انا فقط بالنسبه للاحداثيات نجمعو ونقسمو على زوج. نحاول نعطيو هذه الخاصيه في الحاله العامه بالنسبه للمرجح. او كي كنقولو النقطه ج هي مرجح النظمه المتزنه ا الفا ب بيتا، يعني ماذا؟ أن جي يساوي مرجح النظمة أ ألفا ب بيتا، ألفا جي أ وي زائد بيتا جي بي يساوي متجه منعدم. هنا الشرط باش يكون هذا المرجح موجود ماشي الفا يخالف بيتا، الفا زائد بيتا تخالف صفر. او الا درنا الحاله الخاصه نتاع الفا يساوي بيتا عطاتنا الجي هو ماذا؟ هو منتصف القطعه ابين كحاله خاصه. دوكا في الحاله العامه اعتبرنا الجي هو مرجح هذا النظمه. او في الخاصيه المميزه للمرجح ولا بالنسبه للاحداثيات قلنا واش هي الاحداثيات؟ ا اكس ا زائد بيتا اكس بي مقسومة على الفا بلس بيتا. بالنسبة لإيكاك جي إن فهي الفا إيكاك أ زائد بيتا إيكاك بي مقسومة على الفا بلس بيتا. دونك واش غادي يكون لاحق النقطة جي؟ إن زد جي هو ماذا؟ إكس جي زائد إي مضروبة في إيكاك جي، ثم الى نشرت الكتابة عطاتنا ماذا؟ الفا زد ا زائد بيتا زد بي مقسومة على الفا بلس بيتا. دونك في الحالة العامة يعني علاش خاصية؟ يعني دائما ا و بي نقطتان من المستوى بي أقوها على التوالي زد أ و زد إن ألفا بيتا أعداد حقيقية مع ألفا بلس بيتا يخالف صفر، ثم الجي هو مرجح النظمة المتزنة لبنا هو اللاحق تاعها. إن لاحق مرجح النظمة المتزنة أ ألفا ب بيتا هو زد جي يساوي ألفا زد أ زائد بيتا زد ب سوما على الفا
زائد بيتا. ان نقطة ونعرف المرجع بنفس الطريقة، إذا كانت عندنا أ1 متزنة بألفا 1، أ2 متزنة بألفا 2، حتى أن متزنة بألفا أن، بحيث المجموع نتاع هذه الأعداد الحقيقية يخالف صفر، توجد نقطة واحدة جي التي تحقق لنا جي أي يخالف أو يساوي المتجهة صفر من واحد حتى الآن. وهذه النقطة جي قلنا هي مرجع النظمة المتزنة أ1 متزنة بألفا 1 تل ان متزنة الفا ان. فيكون عندنا نفس الخاصيات اللي شفنا في الحالة نتاع ثلاثة تاع النقاط والحالة تاع أربعة تاع النقاط. دوكا إلا بغينا اللي يهمنا هو لاحق النقطة الجاي، دونك لاحق السيجما نتاع ماذا؟ زد اي. واش هي زد اي؟ انت زد اي، بحيث زد اي هو ماذا؟ فهو لا فيكس تاع النقطة اي، خصو ماذا هذا العدد؟ الفا اي، مقسومة على سيجما تاع لي الفا اي. دونك إذا كان الجي هو مرجع هاد النقاط المتزنة، فإن لاحق نقطة الجي هو المجموع تاع لي الفا اي فوا زد اي، العدد رمزه له بزد اي فقط، مقسوم على ناخذ ان عدد طبيعي أكبر من أو يساوي زوج في الحالة العامة، ان أ1 أ2 تل ان ان نقطة من المستوى ف، ثم الفا ان الفا دو ان اعداد حقيقية بحيث المجموع تاعها يخالف صفر سيجما من اي يساوي واحد تل ان لالفا اي يخالف الجي مرجع النقاط المتزنة أ1 ألفا 1 أ2 ألفا 2 أ1 ألفا 1. قلنا أن النقطة هي موجودة ووحيدة لكي تحقق ألفا 1 فوا جي أ1 زائد ألفا 2 جي أ2 زائد ألفا 1 جي أ1 يساوي متجهة منعدمة. إن زد جي لاحق نقطة جي هو ألفا 1 فوا زد 1 زائد ألفا 2 فوا زد 2 زائد ألفا 1 زد 1، كل مقسوم على المجموع ألفا 1 بلس ألفا 2 بلس ألفا 1 زد اي هو زد اي، يعني زد اي المقصود به هو لاحق نقطة اي. نعتبر ثلاثة تاع النقاط، يعني واش هو الشرط باش تكون هاد النقاط مستقيمية؟ مثلا المتجهة السي تساوي الفا فوا ا بي، بحيث الالفا هو ماذا؟ عدد. إذا بغينا نستعملوا الأعداد العقدية جوجتا متجهات فهما متساويين، يعني أن لهما ماذا؟ نفس الحاق. دونك لاحق المتجه السي هو ماذا؟ هنا واش هو لاحق المتجه السي؟ زد سي ناقص زد أ يساوي لاحق المتجه ألفا فوا أبي، يعني فهو ألفا وزد بي ناقص زد أ. بيان سور نقاط أ ب و س فهي نقاط مختلفة، لأن إذا كانت جوج منطبقة تعطينا نقاط مستقيمية. إن يمكننا نقسمو على زد بي ناقص زد أ، زد س موان زد أ فهو يساوي على زد بي موان زد أ يساوي ألفا ينتمي إلى ماذا؟ إلى آر. هذا عبارة عن عدد عقدي، يقدر يكون عدد حقيقي يقدر ما يكونش عدد حقيقي. دونك باش تكون النقاط أ و ب و س مستقيمية خصنا هذا العدد يكون ينتمي إلى المجموعة أ. كتبوا على شكل خاصية، يعني خاصية يكون أ و
وب وس ثلاث نقط مختلف من المستوى. يعني تكون نقاط او ب و س ا و ب و س مستقيمه اذا وافقت، اذا كان ز س مو ز ا على ز ب ناقص ز ا ينتمي الأحد. كبر عن أو ب و س مستقيم يكافئ أنه يوجد عدد ألفا ينتمي الآر بحيث متجه السي تساوي ألفا فوا متجه أب. يكافئ كذلك أنه يوجد ألفا ينتمي الآر بحيث أفيكس لأسي يساوي أفيكس لألفا أب. يكافئ أنه يوجد ألفا ينتمي الآر بحيث ألفا أو زد سي ناقص زد أ يساوي أفيكس لألفا أب اللي هو ألفا فو زد بي ناقص زد أ. يكافئ أنه يوجد ألفا ينتمي الآر بحيث الخارج زد سي ناقص زد أ على زد بي ناقص زد أ يساوي ألفا، معنى أن هذا الخارج ينتمي إلى المجموعة الأهل. وكملاحظة أن النقاط أ و ب و س فهي تلعب نفس الأدوار، يعني بلاصة نقطة أ نقدر ناخذ نقطة ب، نقدر ناخذ نقطة س. جوج تاع أ ب ثم مستقيم سي دي. بجوج تاع النقاط حددوا لنا مستقيم، خصنا نفترضوا ان النقطة أ تخالف نقطة ب، نفس الشيء سي تخالف دي. وكنستوعب الشرط باش المستقيم أ بي يوازي المستقيم سي دي. كيفاش سيكون المتجهتان أ بي و سي دي مستقيمتان؟ ما معنى أنهم مستقيمتان؟ معناه متجهة سي دي تكتب على شكل ألفا فوا أب. نفس الشيء إذا فتنا الأعداد العقدية جوج المتجهات متساويين معناه لهما نفس الألحاق. لحق المتجه السد دي هو ماذا؟ زد دي موان زد سي، من الجهة الأخرى فهو ألفا فوا زد بي موان زد أ. معناه أن زد دي موان زد سي على زد بي موان زد أ يساوي ماذا؟ ألفا، ينتمي إلى دونك باش تحصل على جوج المستقيمات متوازية أب ب و سي دي خصنا تكون زد دي ناقص زد سي على زد بي ناقص زد أ ينتمي كذلك إلى المجموعة أ. كتبوا على شكل خاصية أ و ب و سي و دي أربع نقاط من المستوى. بحيث أ تخالف ب و س يخالف د. المستقيم أب يوازي المستقيم س د. يكافئ أن ز د مو ز س على ز ب مو ز أ ينتمي له. برهان دونك أب
يوازي السدي يكافئ أن متجه السدي تساوي ألفا نضربه متجه أب مع ألفا ينتمي إلى أ. يكافئ أنه يوجد ألفا ينتمي إلى R بحيث زد دي مو زد سي يساوي ألفا فو زد بي مو زد أ. يكافئ كذلك أنه يوجد ألفا ينتمي إلى R بحيث زد دي مو زد سي على زد بي مو زد أ يساوي ألفا. على يعني أن الخارج فهو ينتمي إلى المجموعة R. أمثلة أو تمارين تطبيقية. إن دائما نعتبر المستوى منسوب معلم متعامد ممنظم أو أو أن أو دو نعتبر نقط أ ذات إحداثيات صف ناقص واحد إحداثيات زوج ثلاثة سي ذات إحداثيات واحد. السؤال الأول نبين أن النقط A و B و C مستقيمة. ثانيا نعتبر النقاط E 0 1 F إحداثيات ناقص واحد ناقص ثلاثة و جي ثالثا